السلام عليكم. اليوم نروح لمدينة قسنطينة لنقف على الأشغال نتاع التوسعة نتاع مركز مكافحة السرطان بهذه المدينة، حيث أنه تقرر إنشاء ملحقة جديدة بالمستشفى الجامعي تاع قسنطينة، وسوف تخصص هذه الملحقة لمعالجة مرض السرطان. وللعلم أنه المشروع هذا تاع التوسعة تاع مركز مكافحة السرطان يعود إلى أكثر من 16 سنة، بعد ما تقرر كانت يعني بعد ما كانت المنشأة القديمة كانت لا تفي بالغرض. إذن إلى يومنا هذا ما زالت الأشغال متواصلة، رغم أنه الملاحظ أنه الأشغال هذه تقرب من نهاية نتاعها، وإن شاء الله يكون فيها خير، والسلام عليكم.